برامج كتيرة منشوفها على شاشة الـ MTV خلال الأسبوع، ونهار الجمعة كمان موعد مع الفن مع عرب كاستينج، هالبرنامج اللي عم ينعرض على الساعة 9:30 مساء، ومهمته اختيار موهبة تمثيلية جديدة من المشتركين بهالبرنامج. هالبرنامج مؤلف من لجنة تحكيم من 4 من نجوم الوطن العربي بشكله هاللجنة، وهن غادة عبد الرازق، كارمن لبوس، باسل خياط، وقصي خولي. خلينا نشوف ونتابع. بعد 4 حلقات تعرفنا على مشتركي أرب كاستينج، عشنا معهم أكثر اللحظات الحقيقية والشفافة بحياتهم، لحظات فرح، حزن وفراق. شفنا عن قرب صداقتهم يلي أكيد رح تستمر حتى خارج إطار الكاميرات، ودعمهم لبعض بالرغم من المنافسة. على خشبة مسرح عرب كاستينج حسينا بعشق التمثيل من ممثلين واعدين، ولجنة دعمت بحب وخبرة كل مشترك. العرض ما انتهى ابدا، وستار المسرح مش رح يقفل. بكي وضحك بعرب كاستينج بتشاهدون ليلة على الساعة 9:30 المساء على شاشة الـ MTV. أكيد بذكركم مشاهدين أنه عبر أبليكيشن MTV ممكن تتابعوا كل البرامج أو إعادات كل البرامج، أو حتى ممكن تتابعونا مباشرة على الهواء عبر جهاز التليفون إذا عندكم هالأبليكيشن، و mtv.com.lb كمان بتسمح لكم أو بيسمح لكم هالموقع بأنه تشوفوا كل برامج الـ MTV. رح ناخد وقفة قصيرة جدا، ومن بعدها بنكون مع جان كيروز بفقرة Relationships، ورح نحكي عن قدي الإنسان أوقات بيكون سيد قراره أو لا باتخاذ أو باتخاذ شريك لأله. خلينا نشوف ونسمع جان كيروز بعد البريك.